العشرة المبشرون بالجنة، لما ذكرهم سعيد بن زيد رضي الله عنه لما عيب على بعض الصحابة في مجلس، فذكر العشرة المبشرين بالجنة كما في المسند، فقال رضي الله عنه: فلما قاموا أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه، يعني في الجهاد، خير من عمل أحدكم ولو عمر ما عمر نوح.